سيد أشرف. أهلا أهلا. آسف على التأخير. ولا يهمك. قصرك كتير حلو. هذا من ذوقك. ممكن إذا بتحبي تتفرجي على القصر. تفضل نشوف السيد. تفضل. شو رأيك فيها؟ نوعا. تحب نطلع نجربها؟ أكيد. لحظة إذا تريد. حضرة الضابط. الشرطة افتح الباب، معنا أمر بالتفتيش. خير إن شاء الله. الشرطة؟ شو في؟ بلا كثرة أسئلة، معنا مذكرة تفتيش. بس نحن ما عملنا شيء. حضرة الضابط هيدي الجاكيت. تفضل. شو بهالجاكيت؟ هي إلي أنا. أنت مقبوض عليك. أنا ما عملت شيء. أنت متهم بشريمة قتل. أنا بريء. صدقني ما قتلت حدا. بلا كثرة حكي خذوه. انا ما قتلت حدا. ما تخاف يا ابني. اكيد في شيء غلط. خذوه بسرعة. طيران الشرطة.
شرق الأوسط رحلة 223 إلى جنيف. أرجأ حضرة سبرين توجه نحو قاعة الذهب. رانيا رانيا أسهل؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الماما وين؟ الماما ناطرتك بالبيت. لا يبدو كثير هالرحلة كانت مفيدة إلي. كان لابد منا حتى ريح أعصابي وارجع على مكتب الميزان. أكيد تعبانه من السفر. نمت شوي بالطيارة. شو أخبار المكتب؟ استلمنا قضية جديدة لشاب متهم بجريمة قتل. هلا بخبرك التفاصيل. خير. شو رأيك بهالوردات؟ طول عمرك مزوقة كثير حلوة. بتمنى هالسفرة تكون نسيتك أيام المرة اللي برقتي فيها. ماما أنا مش أول وحدة بتتزوج وبيفشل زواجها. اعتبري هالموضوع قضية حرجة ومرقت على سنين. اللي زعجني حكي الناس وتدخلهم بحياتنا الخاصة. حكي الناس حكي الناس. ماما أرجوكي انسي هالموضوع خلص انتهى. قولي لي رح تستلمي قضية الشاب؟ ما بعرف، بدي ادرس الملف بالاول. انا طالعة لأوضتي ارتاح شوي. بس انا بريء، صدقني انا بريء. انت متهم بجريمة قتل وكل الدلائل ضدك. ارجوك ما تظلمني. ما تنكر، الانكار مش لمصلحتك. صدقني ما بعرف عن الموضوع اكثر من اللي حكيته. والزر اللي لقيناه بايد الضحيه عبير كامل، والمجوهرات اللي لقيناها بسيارتك، هيدي كلها دلائل ضدك وبتدل على انك القاتل. كلها دلائل ملفقه. ما بعرف شيء عن المجوهرات والجاكيت. جاكيت ما كنت لبسها. كيفك ست رهنية؟ الحمد لله. شو أخبار إسماعيل؟ مش قادر يصدق اللي صار. أنا بحاجة لمعلومات دقيقة عن حياته، سلوكه، طريقة تعامله مع الأساتذة بالمدرسة، مع أصحابه إلى آخره. بدي إياهم بأقرب وقت ممكن. حاضر. خاطرك. مع السلامة. أنا المحامية رانيا مختار. أهلا ست رانيا. تفضل. لازم تخبرني كل شيء وبالتفصيل، وما تحاول تخفي عني شيء حتى أقدر ساعدك. كانت ليلة سبت وكنت عم بشتغل بكراجي لما اتصل سيد أشرف سامي حوالي الساعة 5 بعد الظهر، وطلب مني الحضور لعنده حتى صلح إحدى سياراته الفخمة، لأن بده يبيعها والزبون مستعجل بده يستلمها نهار الأحد. وليش اتصل فيك أنت بالذات؟ لأنه زبون عندي من زمان وبعتني بسياراته من فترة طويلة، والسيد أشرف بيملك 4 أو 5 سيارات على الأقل، وكان دايما يقيدهم أو يبيعهم، وهواية السيد أشرف السيارات. والسيد أشرف إنسان طيب، كان دايما يعيرني سيارة من سياراته الفخمة، وكان كريم معي يعطيني أكتر ما بستاهل. إذن رحت لعنده من بعد ما سكرت الجراج؟ نعم، وأنا عم ضب العدة من عشية قبل ما سكر الجراج. وصلت عبير كامل تلميذي بالجامعة اللي جنب الجراج. مرحبا معلم إسماعيل. أهلا، أنا بست عبير. خير إن شاء الله. سيارتي تعطلت قدام الجامعة، بدي عزبك تشوف شو بها. أنا تحت أمرك، بس عندي موعد ضروري لازم روح عليه. خليها هون وإن شاء الله بكرة الصبح بهتم فيها. أرجوك معلم إسماعيل، هلا أهلي بيقلقوا علي، وبعدين عايز السيارة بكرة الصبح. بكرة أحد وبيت بعيد. إذا بتحبي تنطريني لخلص سيارة سيد أشرف أنا تحت أمرك. قديش بدك وقت؟ عالي كتير، نص ساعة بس بدي أروح غير بوجيات العربية، بعدين القصر قريب 5 دقايق مسافة الطريق. إذا بتحبي تيجي معي ما عندي مال.
احسن تبقي لوحدك بهالليل على الطريق. ما في حل تاني، صار الدنيا ليل وبخاف انترك لحالي بالشارع، بفضل اني اروح معك. تفضل. شو اللي صار؟ ليش تأخرت؟ آسف، شغلت. قلت ما بقى تجي، الوقت تأخر والزبون بده يستلم السيارة بكرة وجاي من الشمال. ما تخاف، رح صلحه ويستلمها بكرة. ما عندي شك، السيارة خرف القصر، بس تنتهي من تصليحها ترك المفتاح فيها وبحسبك يوم التنين. ولا يهمك، فضلك سابق. ما بدي وصيك. إيه؟ حلو القصر. السيد أشرف من أكبر أثرياء البلد، لو بتشوفي الجنينة شو حلوة. ممكن أتفرج على الجنينة؟ Thank you.
قبل ما ابتدي صلح السيارة أعطيت كمية من المخدرات. عبير لابد انه السبب كان المخدرات لاني ما تأثرت ابدا بالمخدر مثل هالمرة شعرت بحرارة قوية عم بتلف كل جسمي وما بقى قادر ركز على اي شيء حتى فقدت الوعي ولما وعيت كانت الساعة حوالي 5 صباحا وشعرت كأنه راسي رح ينفجر وعبير كامل ما عاد شفتها من وقت اللي تركتني وراح تتفرج على الجنينة صدقيني أنا ما بقدر أقتل حدا أنا ما قتلت عبير كامل هيدي كانت روايتك للشرطة؟ نعم طيب ما تحكي مع حدا وإذا عندك شي بدك تقوله بتقوله إلي أنا بس مفهوم؟ أنا ما قتلتها بكرة برجع بشوفك كون اطلعت على ملف القضية بكاملها عايز أي شيء؟ مجلات أو أي شيء من هالنوع؟ أنت ما مصدق أني بريء مش مهم أنا صدقك المهم القاضي صدقك حتى يبرئك من التهمة أنا مهم تساعدك على إثبات براءتك شوفك بكرة عفواً أهلاً مدام أنا المحامية رانيا مختار المكلفة بالدفاع عن الشاب إسماعيل يوسف بقدر أقابل حضرة المدعي العام؟ رانيا؟ مش معقول رفعت؟ شو هالصدفة الحلوة؟ أكيد صدفة حلوة رانيا مختار التلميذ المجتهدة والصديقة الحلوة 10 سنين ما غيروا فيك شيء بعدك حلوة شكرا وأنت كمان ما تغير فيك شيء بعده الجفصين ملازمك أكيد بعدك عم تلعب باسكت بول إيه بس هالمرة إصابتي مش كبيرة بس الربطة مبالغ فيها كتير معك حق شو عم تعمل هون بقصر العدل؟ زيارة أو شغل؟ شغل أنا المدعي العام المكلف بقضية إسماعيل يوسف عن جد؟ عالم غريب فعلا يعني رح نكون أخصام داخل المحكمة بتحب نكفي الحديث هون بالمكتب أو على الغدا؟ غدا؟ بعد الساعة 11 طيب بسيطة فنجان قهوة شو رأيك؟
الحقيقة وقت ضيق. فنجان قهوة ما راح ياخد كتير وقت. طيب. هون مرتاح كتير. ما تغير شيء إلا الطاولات، ديكور بعده مثل ما هو. تفضلي. شكرا. لهالسبب بحب أشرب قهوتي هون وتذكر الأيام الماضية. عرفت إنك تزوجت؟ طلقت كمان بعد ما صار عندي ولدين. شي مؤسف. وانت كمان زواجك احتل صفحات اهل المجتمع. وطلاقي كمان. ايام قاسية ومرقت. كيف حال ست نادية؟ بخير. ليه ما بتروح تزورها؟ كيف بدي زورها وهي ما بتحب تشوفني؟ اهلا سي، شو بتحب تاخد؟ اثنين قهوة سكر قليل من فضلك. اهلا وسهلا، تكرم عيونك. فإذا أنا وأنت رح نكون أخصام بالمحكمة. بالنسبة إلي قضية محسومة. عندي شهود بأقدو معرفته بالضحية. ولما وصل على قصر حسب إفادة أشرف سامي كانت الساعة 8:30 والبنت كانت معه. والطبيب الشرعي حددت الوفاة بين الساعة 9 والساعة 10. لكن في احتمال يكون في شخص تاني هو القاتل. الشرطة لقيت زر جاكيت بإيد الضحية، والمختبر بيأكد إنه هالزر هو زر من جاكيت إسماعيل اللي لقيتها الشرطة ببيته، بالإضافة لمجوهرات البنت اللي لقيوها بسيارته. والشخص يلي شافه إسماعيل بحديقة القصر، هلا إذا كان ما عم يكذب أو يهزي بيكون وصل على القصر صدفة، لأنه ليلتها ما كان في بالقصر إلا صاحبه أشرف سامي. إذن رح يتوجه له تهمة القتل عن سابق تصور وتصميم. الحقيقة لا بتحز بنفسي، الشاب بأول عمره يقضي على مستقبله. أكيد تعاطي المخدرات كان الدافع الأساسي اللي خليه يقتل عبير كامل. حتى نشوف باقي التفاصيل بعدين منحكم إذا قتل أو لا. نعي يعترف بذنبه، هيك القاضي بتساهل معه. أنا بوعدك أني ساعده. بعد بكير يعترف بذنب يمكن ما ارتكبه. أنا عشت بهالمنطقة وانت بتعرفي اهاليه ما بيحبوا الدعايه. وليش القلق من الدعايه؟ اسماعيل مجرد شاب من عامه الشعب. صحيح، لكن البنت انقتلت بممتلكات ناس عندهم نفوذه بفضله يبقوا بعاد عن التشهير. الامور هاديه لحد هلا لانه اسم اشرف سامي بعد ما تداول اعلاميا، لكن اذا طالت المحاكمه رح يصير اسم اشرف سامي على كل لسان. أنا بنصح موكلك بالاعتراف بجريمته تلافياً لأي فضيحة بتزيد الأمور تعقيد. وبتنقذ أشرف سامي من الصحافة والتشهير باعتراف موكلي بجريمة يمكن ما يكون عاملها. رانيا، أنا ما مفروض أقول هالكلام، لكن حتى ساعدك ونختصر الوقت. القرار بيرجع لإسماعيل يوسف. مش ممكن أعترف بجريمة أنا بريء منها. تم تقديم العرض وكان لازم أطلعك عليه، وإذا رفضت أنا مستعدة تابع القضية. ومين كان عندك مساء السبت؟ لوحدي، بس أنا. إسماعيل قال إنه صوت الموسيقى كان عالي. وإذا كان صوت الموسيقى عالي، أنا بحب أسمع الموسيقى بصوت عالي. طيب وبالنسبة للسيارات؟ هوايتي المفضلة بيع وشراء السيارات الفخمة، وهلأ بتلاقي عندي بالموقف شي 7-8 سيارات. بشكرك سيد أشرف لأنك سمحت لي إلقي نظرة. شرف كبير حضرتك تزوريني. شكرا. لدرجة انقطعوا أوتار الصوتية.
طيب ما لقيتوا اي بصمات على بشرتها؟ ابدا ولا اي اثر للبصمات. الشخص اللي شفته ليلة وقوع الجريمة، حاول توصفه، كيف كان شكله؟ ما بقدر أوصفه، كان الظلام حالك وبالكاد شفته. لكن مهم إنك تحاول توصفه. كل اللي ممكن أذكره إنه كان طويل. وشو الفايدة من شكله؟ أنا كنت تحت تأثير المخدر واعترفت إني تناولت كمية كبيرة من المخدرات. أنت عم ضيع وقتك معي. إسماعيل، كل الأدلة ضدك، تعاطيك المخدرات، زر الجاكيت يلي التقى بإيد البنت، بالإضافة لمجوهراتها يلي التقت بسيارتك. يمكن الشخص ما شاف قاتل عبير، لكن ممكن يشهد إنك ما كنت لبس الجاكيت. الجاكيت فعلاً ما كنت لبسها. عندك أعداء؟ لا لا، ما بفتكر. إذا كانت روايتك صحيحة والجاكيت تركتها بالسيارة، يعني في شخص راح على السيارة انتزع زر الجاكيت وحطه بإيد البنت. قصدك في شخص بده يلزق التهمة فيه؟ هيدا الاستنتاج المنطقي الوحيد على أساس إذا كانت روايتك صحيحة. أنت مش مصدقتيني. كيف بدك ياني صدقك؟ البنت إجت معك على القصر، يعني ما حدا غيرك بيعرفها أو شافها قبل بمرة، وأنت اعترفت إنك تناولت كمية من المخدرات قبل ما تبدأ بتصليح السيارة، وباليوم التاني وجدت البنت مقتولة بحديقة القصر، زر جاكيتك بإيدها ومجوهراتها بسيارتك. الحقيقة شهادتك غير منطقية وما بتتصدق. أسعد، أهلا ست رانيا. أنت بلاقيك هون عم تتطير. هويتي المفضلة سيد صمد. خلينا بالمهم. المهم عندك، شو صار بقضية إسماعيل يوسف؟ هالقضية معقدة كتير وكل الأدلة ضده. رانيا، المهم إحساسك شو بيقول؟ إحساسي ما فيي أتبعه. شاب عنده جراج والبنت بتصلح سيارتها عنده من زمان، وهو اعترف إنه جابها معه على القصر، وباليوم التاني وجدت مقتولة بحديقة القصر وزر جاكيته بإيدها ومجوهراتها بسيارته. كلها أدلة منطقية، لكن في شغلة المفروض إنها تلفت لك نظرك. شو هي؟ ما بعرف، إحساسي بيقول لي هيك وكأنه التهمة ملفقة. بدي دليل. تقرير الطبيب الشرعية شو بيقول؟ تقريرها بقول سبب الوفاة خنق وتقطيع بأوتارها الصوتية من جراء الضغط على رقبتها. بس الملفت للانتباه إنه ما في أي بصمات. هون السؤال، إسماعيل يوسف شغلته ميكانيكي، وقبل وقوع الجريمة كان عم بيصلح سيارة، يعني المفروض إنه إيديه يكونوا ملطخين بالزيت والشحم. صحيح، ومهما حاول ينظف إيديه رح يبقى أثار شحم وزيت على رقبتها. بس هيدا مش دليل قاطع. هذا مش دليل قاطع صحيح، ولكن المفروض انه نجمع معلومات لربما وصلنا لنتيجة. تعرف كان لازم تبقى تحري. نصيبي وقعني معك وصرت مساعدك. اسعد ندمان؟ لك انا اسعد ندمان بهالدنيا. يا اهلا اهلا. مش قادر صدق عيوني. مين؟ رانيا مختار ورفعت شوقي. يا أهلا بدنيا القانون. أكيد بعدك بتتذكريني، سليمان حمدي. طبعا تذكرت، لكن مضي وقت طويل. بعدك مثل ما أنت، ما تغيرتي، بس ما بعرف إذا كنت بعدك عصبية وبتحتدي بسرعة.
بعدني. أكيد بتتذكري الأستاذ رأفت عبد الله؟ ما بفتكر اتذكرت. معقول انسى هالوجه؟ حتى لو نسيت وصورته على التلفزيون بتذكرني، خاصة بعد ما ترشح على الانتخابات. انت بتعرفي انه السياسة طموحي، وطموحي الأكبر اني احقق مكاني مهمة بالمجتمع. وأنا أكيد من نجاحك، خاصة انك انسان ذكي. تفضلوا شاركونا. شكرا. تفضل. بالإذن. شكرا. بعده إنسان مستهتر. على فكرة كيف صارت علاقته برأفة عبد الله؟ صاروا كتير قراب من بعضهم، خاصة بعد ما تزوج رأفة عبد الله من أخته لسليمان حمدي. هيدي الثروة الحقيقية. هيدي الثروة اللي رح توصل رأفة عبد الله للمجلس النيابي، ومن بعده سليمان حمدي. وانت لوين؟ انا مجرد صديق للعائلة ومستشار القانون. بس هيك؟ رانيا، بتمنى ما يتكرر الخطأ من جديد واخسرك. افتح غلطة ارتكبتها بحياتي اني خسرتك، بس اهلي هن كانوا السبب لانه رفضوني. وانت تراجعت كأنك كان بدك هن يرفضوك حتى يكونوا هن السبب. رانيا، خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. انت ما عندي فكرة قديش كنت تعني لي وبعدك تعني لي. عن جد؟ رانيا، اسألي قلبك. ظروفنا تغيرت تماما، والمشاكل اللي مرينا فيها تخطيناها. بكره بتمرضي اذا ما بتنامي كفايه. صباح الخير ماما. امبارح بنشرة الاخبار حكوا عن مقتل البنت، سجلت لك اياها، قلت يمكن بهمك الموضوع. اكيد بهمني. شكرا ماما. دخليك، ما في قانون بيمنع من الاحتكاك مع العدو. ماما، رفعت مش عدوي. يمكن موكلك رايه غير شكل. ما بفتكر انك بتقصدي موكلة بكلامك. رانيا، انت بنتي وبهمني امرك. انا برفض الاتصالات والمشاوير اللي عم بتصير بينك وبين رفعت شوقي. ماما، شو اللي زعجك برفعت شوقي؟ رفعت شوقي شخص انتهازي ما بيعجبني. لولا نفوذ السياسي رأفت العبد الله لكان بعده محامي صغير بيدفع كفالات عن اشرف سامي لاخراجه من السجن بسبب تصرفاته الهوجة وسرعته بالسيارات. يبدو ايامنا الهادية ولت. انا ظاهرة. على الشباب اذا بتريدوا خلاص. بس خليني اسال سؤال واحد وحياتك بس خلاص. صباح الخير. صباح الخير ست رانيا. طمني شو الاخبار؟ بالنسبه لاشرف سامي، ولا مره توجه له تهمه مخدرات، مع انه توقف 3 مرات، بس ولا مره امتثل امام المحكمه. والسبب؟ السبب اصدقائه بمراكز مهمه بالبلد. اما بالنسبه للخدم بالقصر، ما قدرت اوصل معهم لشيء ابدا، لانهم كلهم كانوا باجازه نهار وقوع الجريمه. كلهم؟ كلهم. تحققت لك بالنسبه للمستشفيات. في الأسبوع الماضي إحدى المستشفيات بالمنطقة تستقبل 3 حالات تسمم بالمخدرات، والأهم من هيك إنه الإصابات 3 تعرضوا لزيت الدوخة يلي تعرض لإسماعيل يوسف. يعني المخدرات كانت ملوثة؟ والله ما بقدر أعرف إذا كانت ملوثة لأنه ما عندي خبرة بالمخدرات. قلت إنك فقدت وعيك من بعد ما تناولت المخدرات بنص ساعة، والمخدرات ما بتفقد الوعي إلا إذا كانت ملوثة. هيدا اللي صار. وشو عرفني إنه المخدرات كانت ملوثة؟ مين اللي عطاك المخدرات ليلتها؟ ضروري أعرف مين. أنا بعرف إنك بتعتبر أشرف سامي إنسان كريم لأنه بعيرك سيارته من وقت لوقت. أنت أكيد إنه هيدا هو السبب الوحيد؟
ضروري أعرف الحقيقة. نعم، هو أعطاني إياها. وبعدين؟ بعد ما انتهيت من تصليح السيارة تناولت من المخدرات اللي أعطاني إياهن أشرف سامي، وصار اللي خبرتك إياه. هيدا كل شيء؟ نعم بصدق هيدا كل شيء. صدقتك. وهلأ بما أنك ضليع بأمور السيارات، تتذكر شو السيارات يلي كانت واقفة بمدخل القصر ليلة وقوع الجريمة؟ تقدر تتذكر أسمائها؟ كان في ثلاث سيارات، مرسيدس لون رصاصي، وكان في رينج روفر وبي ام دبليو لون غامق. ممتاز، مبين فكيت الربطة اليوم الصبح بس بعد ما شفيت تماما. حقيقة صدفة غريبة انه نلتقى اتنيناتنا بقضية وحدة. يا ستي بالنسبة إلي انا على استعداد اني اتنحى عن القضية ووقف معي كرمال انك تنجح. لا خليك بقضيتك ورح اثبت لك براءة موكلي. كيف؟ المخدرات كانت ملوثة وهيدا اللي ببرر فقدان اسماعيل الوعي. انا معك وراح اقتنع انه المخدرات ملوث، لكن هالشي ما بيبريه من تهمة القتل. اشرف سامي هو اللي اعطى المخدرات لاسماعيل. بعرف انه اشرف صاحبك، منشان هيك حبيت انك تعرف. صحيح اشرف صاحبي وصديقي، لكن كلمته راح تكون بالمحكمة مقابل كلمة اسماعيل. لنفرض فعلا انه اعطاه المخدرات، شو راح تعملي؟ اشرف لازم يكون متهم بالقضية. أشرف مش ممكن يكون هو القاتل. ليش لا؟ مستحيل. ليه ما بتتعاوني معي حتى نقنع القاضي بالتساهل مع اسماعيل؟ ما حدا بيحب الأذية لهالشاب. رفعت، صار لازم نمشي. خبرني شو عملت. يبدو هالشخصية الغامضة اللي شافها اسماعيل ليلة وقوع الجريمة رح تبقى غامضة لأنه ما قدرنا نعرف عنها شيء. معقول ما نقدر نعرف عنا شيء؟ الظاهر انه انسان مهم. وقدرت تعرف مين اصحاب السيارات الثلاثه؟ المرسيدس بيملكها سليمان حمدي، البي ام رأفت عبد الله، بس سياره الرانج روفر ما قدرنا نعرف مين صاحبها. يعني بنفس الليله اللي وقعت فيها الجريمه كان موجود بالقصر سليمان حمدي ورأفت عبد الله. منشان هيك اشرف سامي قال انه كان لوحده بالقصر، لانه اذا نشرت تفاصيل الجريمه بالصحف وتداول اسم رأفت عبد الله ما بعود ينجح بالانتخابات. معقول كتير، يعني عملية تغطية على بعضهم خوفا من التشهير. بتعرفي بلشت الأمور تتوضح. طبعا، بس ما بنقدر نقوم بأي خطوة قبل ما نحصل على كل المعلومات اللازمة، وخاصة اسم صاحب سيارة الرانج روفر. Thank you.
رايح لعندك على الفيلا، شفتك ظاهرة بسرعة، لحقتك لهون. أسعد تعرض لحادث بسيارته. إبراهيم تعرض لحادث سيارة. شكرا. طمني شو صار لك؟ رؤية سترالي، رؤية جروح بسيطة. شو اللي صار؟ حادث. المدعي العام هون. مش مشكلة، رح انتظرك برا. رفعك صديق؟ ستراني بعرف انه صديق، بس حاليا هو خصمي بالمحكمة، فالافضل انك تتجنبيه. المهم هلا خبرني، كيف صار الحادث؟ سيارة كسرت علي، اضطريت اني انحرف، فات دركسيون بصدري. معقول يكون هالحادث مقصود؟ والله ما بعرف ستراني، بس اللي بعرفه انه صاحب السيارة الثانية ما وقف لمساعدتي. يعني تقدر تتعرف على السيارة إذا رجعت شفتها؟ إذا شفتها مرة ثانية أكيد بعرفه. بس هلا سترانيا المهم إنك تأمني لي سيارة ثانية حتى أقدر أتابع الشغل. من كلبك. طمنيني شو القصة؟ الحمد لله إصابته خفيفة. تقدر تروح أنت هلأ، أنا رح أنتظر أسعد حتى وصلوا على بيته. رفعت فضل ما بقى نشوف بعضنا بهالفترة حتى انتهاء المحاكمة. ليش؟ نحن أخصام بالمحكمة. بالمحكمة مش هون؟ رفعت أرجوك خلينا ننتهي من هالقضية بعدين منقرر.
الحمد لله اللي جيت، بس شو اللي جابك بهالوقت؟ جيت خلص حياتك من الموت. كيف عرفت؟ شفته قدام مطعم ولما ما لحقني قلت اكيد قصدك الك. يعني هو اللي كان لاحق وخلى سيارتك تنحرف؟ اكيد هيدا هو. رانيا طمنيني شو اللي صار؟ اشربي يا بنتي اشربي. أدهم شو اللي اكتشفتوه؟ أضرار بالخزنة، الظاهر إنه رص، ولما لقى حاله إنه ما استفاد من الخزنة حاول ينتقم ويصب غضبه على الموجودين. لقينا سيارته وقفت برا، واللي عم بيقوله السيد أسعد إنه هي السيارة نفسها اللي حاول تكسر عليه. نعم، هيدي هي السيارة اللي كسرت علي. نحن رح نتأكد إذا كانت السيارة نفسها أم لا. بعدين لقينا مفتاح الباب الخلفي للفيلا بجيبة القتيل. ايه بس نحن ما عطينا المفتاح لحدا. المهم انه الشخص نفسه اللي حاول يقتل اسعد حاول قتلي، وحضرة الضابط مصر على اعتبار الامر مجرد سرقة. من الواضح انه التحقيق بهالقضية منه منطقي ابدا. ارجوك يا حضرة الاستاذي، ما بسمح لك تتهميني او تشكي بطريقة عملي. كان عنا ضيوف من يومين، ومن الممكن انه اي شخص من الضيوف يكون اخذ نسخه عن المفتاح. ما بعرف، نحن عنا علم بهالشيء وراح نتحرى عنه. بتمنى انه تتحرى عن يلي دخل الفيلا وحاول يقتلني. ارجوكي ما بريد تعلميني كيف لازم اشتغل. ترجيك ادهم، المحاميه تعرضت لمحاوله قتل واعصابها متوتره كثير. أنا مني أكيد من سلامة التحقيق بالقضية. يبدو أن حضرة المحامية بتحب المراوغة وإطالة المحاكمة لأنه ما في ولا أي دليل إثبات بإيدها. بعتذر حضرة الرئيس للوقت اللي عم بضيع، لكن كيف بدي رافع بقضية وحياتي معرضة للخطر؟ إذا بهيك حالة صار لازم المتهم يقف أمام هيئة المحكمة والعدالة تأخذ مجراها. وبالنسبة إليك الشرطة رح تأمن لك الحراسة اللازمة إلى جانب مساعدك أسعد. حتى مساعدي صار خايف على نفسه. صدقيني ما عم بيقتنع بوجهة نظرك. هذا أولاً، ثانياً ما بقدر أجل المحاكمة إلا إذا قدمتي لي أسماء وأدلة كافية. ما بملك أدلة ضد هالأسماء بالوقت الحاضر، وما بقدر وجه اتهامات غير مدعومة بإثباتات. وإلا كل ما ذكرت اسم من هالأسماء بالمحكمة حضرتك رح توجه لي تحذير. صح، لأنه طالما ما في بإيدك أي دليل بدين أي اسم فمن المفروض أني وجه لك تحذير. عفواً حضرة الرئيس، أنا بطلب تأجيل المحاكمة حتى أتمكن من جمع معلومات أكثر. أستاذ رانيا متأسف، تأجيل غير وارد. رانيا شو اخر الاخبار؟ ما بعرف، ظاهر اني وصلت لطريق مسدود. انا على استعداد لتقديم كل مساعده ممكنه. بشكرك. القاضي رفض التاجيل. والحل؟ ما بعرف ما بعرف، ما في أي دليل. لازم نقنع المحكمة بالجلسة القادمة إنه أشرف سامي كان عنده زوار بالقصر ليلة الجريمة، أو لازم خليه يعترف هو بنفسه إنه ما كان لوحده. طيب إذا كان عنده ليلة وقوع الجريمة سليمان حمدي ورأفت عبد الله، بس بهمنا نعرف مين هو الشخص الثالث صاحب سيارة الرانج. هيدا اللي لازم نعرفه يا أسعد، هيدا اللي لازم نعرفه. Thank you.
محكمة! أولاً نفتتح جلسة القضية ذات الرقم 7840 جيم الحق العام بحق المتهم إسماعيل يوسف. ثانياً نبدأها باستجواب الشاهد الضابط أدهم مروان. شكراً سيدي القاضي. نطلب الضابط الشاهد أدهم مروان. الشاهد الضابط أدهم مروان. ردد القسم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. بأن أقول الحق. بأن أقول الحق. دون زيادة أو نقصان. دون زيادة أو نقصان. الشاهد بتصرف النيابة العامة. حضرة الضابط، ممكن نسمع منك بالضبط شو اللي حصل خلال مداهمتكم لمنزل المتهم؟ صباح يوم الأحد وبعد مداهمتنا لمنزل المدعو إسماعيل يوسف وجدنا عنده جاكيت، وأثناء تفقدنا للجاكيت لقينا أنه فيها زر ناقص، فأرسلنا الجاكيت على المختبر، وحسب تقرير المختبر أنه الزر الناقص من الجاكيت هو نفس الزر يلي كان موجود بإيد الضحية عبير كامل. طبعا هيدا عدا عن المجوهرات اللي وجدناها بسيارة المتهم واللي هي للضحية عبير كامل. سيد القاضي، حضرات السادة المستشارين، نستنتج أن القتل قد تم بدافع السرقة، ويبدو أن المتهم قد أقنع الضحية بالحضور معه إلى القصر بقصد قتلها وسرقة مجوهراتها، وبالتالي إلى إخفاء جريمته النكراء. لكن غاب عن فكر المتهم أن هناك عدالة، عدالة السماء وعدالة الأرض. سيد القاضي، نطلب من عدالة المحكمة الموقرة أن تنزل أشد العقوبات في حق المتهم إسماعيل يوسف، عقوبة الإعدام. شكراً سيد القاضي. أستاذ رانيا، بإمكانك استجواب الشاهد. سيدي القاضي، حضرات السادة المستشارين، عطفاً على ما ذكره حضرة المدعي العام بأن المتهم إسماعيل يوسف أقنع الضحية بالحضور معه إلى قصر السيد أشرف سامي، لا يعني أنه قتلها أو أنه نصب شرك للضحية كما يدعي حضرة المدعي العام. ولكن يا حضرة الزميلة، زر جاكيته انوجد بإيد الضحية بالإضافة إلى المجوهرات اللي انوجدت بسيارته. وبحب ذكرك أنه اعترف خلال التحقيق أنه تناول كمية من المخدرات قبل ما يبدأ تصليح السيارة. صحيح، تناول المخدرات واعترف بذلك، إنما بحب ألفت انتباه هيئة المحكمة الموقرة إلى شيء مهم، وهو أنه موكلي صنعته ميكانيكي وكان عم بيصلح سيارة السيد أشرف سامي قبل وقوع الجريمة بفترة قصيرة جداً، يعني من الطبيعي جداً أنه يكونوا إيديمه للتخين بالزيت والشحم، لكن التقارير الطبية لم تظهر أي بصمات على رقبة الضحية بعد خنقها. وهل من الصعب على المتهم أن يضع كفوف حتى يخفي كل البصمات؟ عفواً سيد القاضي، ولكن يبدو أن زميلتنا لا تملك أي دليل لبراءة موكلها، وما بعرف عشو عم تراهن بالمماطلة وإضاعة الوقت. أرجو من عدالة المحكمة أن تصدر الحكم النهائي. هدوء، هدوء، سكوت، سكوت.
أستاذ رانيا، عندك أي أسئلة للشاهد؟ حالياً لا، لكن بحتفظ بحق إعادة استدعائه. أستاذ رانيا، إذا كنت عم بتحاول إطالة المحاكمة فهذا الشيء ضد مصلحتك ومصلحة المتهم. بعرف إنه العدالة الحاسمة بتحتل الأولويات عند حضرتك، وما عندي أي نية لإطالة المحاكمة. طيب، تفضل الجامعة. الشرطية ليلى رح ترافق على البيت، من الأفضل إنه تتركيها تسوق سيارتك. شكراً. إلك عندي معلومات عن الشاب اللي حاول قتلك، اسمه رشيد حامد، بتعرفيه؟ رشيد حامد؟ لا. سجله حافل من 10 سنين، لص محترف، عمليات سطو وما أشبه ذلك، بس عملياته كانت كلها بعيدة عن المنطقة. على كل حال، هاي نسخة عن ملف. عنده عنوان سكن؟ كان مقيم بفندق من الدرجة الثانية، قريب من هون. من أي تاريخ مقيم بالفندق؟ من شهر تقريباً. يعني بالضبط من وقت ما توجهت التهمة لإسماعيل. مساء الخير. اهلا اسعد، عم بحاول لاقي حلقه مفقوده بهالقضيه. رشيد حامد استخدموه للضغط علينا حتى نترك القضيه. لازم لاقي رابط بينه وبين رأفت عبد الله وسليمان حمدي واشرف سامي، وما في قدامي الا سوابقه. طيب وشو المطلوب مني انا هلا؟ بدي منك محاضر جلسات لكل محاكمات رشيد حامد، وبدي بكره يكونوا عندي. اف 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 بدك محاضر كل هالجلسات وبكره؟ ما بقى عنا وقت يا اسعد. طيب بس امن لك كل هالمحاضر، شو رح تعملي؟ ما بعرف. اشرف سامي هو الوحيد يلي ما بخاف على سمعته وما بتهمه. لازم يكون هو هدفي بالجلسه القادمه. لربما استطعت انتزع منه اعتراف. فاذا حتى باشر بالشغل فورا. عن اذنك. مع السلامه. سيارة جديدة؟ لا، ولكن مبسوقة كتير. سيارة التانية بالجراج. شو رأيك نتغدى اليوم سوا؟ القضية ما خلصت بعد. مجرد غدا؟ آسفة. ما تعذبي حالك من أجل صدفة. صدفة؟ معقول ما أعرف شو اللي عم بيصير بالقضية وكل تفاصيلها عم تتناقش ببيتي؟
معي خبر قصة السيارات الثلاثة اللي ذكرهم اسماعيل يوسف، وانت بتعرفي نظرتي برفعت شوقي، بس تفكر باللي انت عم تفكري فيه مش معقول. نعيني بالعكس، لاني انا صرت عاجزة عن التفكير. بفتكر قال انه لون السيارة بني. اسماعيل ما حدد لون السيارة بالضبط، قال انه لونها غامق. ما عدت قادرة افكر، كأني بدوامة. سيد أشرف، هل تعتبر اسماعيل يوسف ميكانيكي جيد؟ نعم. وهل بتوثق بحكمه على السيارات؟ نعم. يعني أنت بتقدر معرفته بالسيارات؟ نعم. اسماعيل قال إنه شاف ثلاث سيارات بمدخل القصر ليلة وقوع الجريمة، مرسيدس وبي ام ورانج روفر، صح؟ أنا بعترض على هالسؤال سيد القاضي. إذا كان هناك حدا أو ما كان حدا ليلة الجريمة، فهالشي ما رح يأثر على إدانة المتهم. عفوا، بالطبع رح يأثر، وبيأثر جدا إذا كان في حدا أو ما فيه، ومن حقي استدعي مين ما كان موجود واستجوبه لمعرفة إذا شاف أو سمع أي شيء. حاليا ما بنعرف إذا كان في حدا موجود أو لا، الاعتراض مرفوض. سيد أشرف، استنادا لتقرير الشرطة قلت إنك كنت وحدك بالقصر ليلة وقوع الجريمة. سيد أشرف، بحب ذكرك إنك أقسمت اليمين، وبتعرف طبعا عقوبة الشهادة الكاذبة. برجع وبكرر السؤال، أكيد كنت وحدك بالقصر ليلة وقوع الجريمة؟ سيد أشرف، بعد ما سمعت إجابتك على السؤال، سيد أشرف، لا ما كنت وحدي. سكوت، هدوء. هل كان برفقتك السيد سليمان حمدي؟ بعترض، الدفاع يتعمد محاولة تفجير قنابل دخانية لحجب الوقائع. أنا اللي بحكم على شيء من خلال الأجوبة، الاعتراض مرفوض. هل كان السيد سليمان حمدي بالقصر ليلة وقوع الجريمة؟ نعم، كان برفقتي. هدوء، سكوت. سيد رأفت عبد الله، هل كان معكم؟ هل كان موجود ليلة مقتل عبير كامل؟ نعم. سكوت، هدوء. أستاذ رانيا، بعد في عندك أسئلة للشاهد؟ سؤال أخير، رفعت شوقي كان بالقصر ليلة الجريمة؟ ما سمعت الجواب. رفعت شوقي كان موجود ليلة الجريمة؟ سيد أشرف. نعم. طيب، بتطلب حكم الإعدام للمتهم من شاهد أساسي فيها كيف؟ عملتك هيدي سببت السخرية من المحكمة، والسخرية هيدي كانت أكبر من هيئة المحكمة اللي أنت بتمثلها.
المدعي العام الاستاذ شاكر بيكمل المرافعه. حضرتك بتقعد جنبه بس لاعطائه المعلومات من دون ما تتدخل بسياق المحاكمه. تفضلوا. رانيا رانيا وقفك، بعد من طريقي. تاكد ان المستجدات الجديده اللي طرقت ما رح تخفف الجرم عن موكلك. صورتني غبيه، افتكرت انه بشويه حب وعواطف بتعقد صفقه سريعه وبدون ضجه بتنتهي المحاكمه. شو رح تستفيدي من تدمير مستقبل ناس مهمين؟ بالنسبه لك مهمين، بالنسبه لي مثلهم مثل اي انسان تاني. في ناس مستقبلها بينتهي اذا دخلوا المحكمه وشهدوا، واذا شهدوا ما رح تستفيدي من شهادتهم. اياك تستخف بعد اليوم بمقدرتي. تفضلي ستنا، هولي كل الملفات يلي طلبتيهم. وطلبت من الست نادية فرد مرة تعملنا ركوة قهوة لأنه أكيد سهرتنا طويلة. عارف، بلش اقراه. لربما نلاقي أي رابط. حاضر. القهوة. يسلموا إيديكي. خليكي قاعدة يا عم، خليكي قاعدة. رانيا. شكرا ماما. سعد. يسلم. شو؟ وين صرتوا؟ في تقدم؟ بعدنا عم ندور. ست رانيا اسمعي. هيدي القضية رشيد متهم فيها بالسطو والضرب. بس الأهم من هيك إنه المحامي الدفاعي بهالقضية بالذات كان رفعت شعبه. ممكن تخبر المحكمة بأي قسم بالمستشفى بتشتغل؟ بقسم الطوارئ. ليلة 28 آب، هل كنت مداوم بالمستشفى؟ نعم. هل عالجت رجل أثر تعرضه لعضة عنيفة؟ نعم. أرجوك توقفي، أرجوك توقفي. هل أخبرت هيئة المحكمة عن الظروف؟ أرجوك توقفي، أرجوك توقفي، توقفي على المتابعة. أرجوك. المخدرات. المخدرات هي اللي كانت السبب. من بعد السهرة عند أشرف سامي مع سليمان حمدي ورأفت عبد الله، خرجت للحديقة شوي حتى أتنشأ هواء نظيف بعد ما شعرت بدوخة قوية كتير. شفت البنت، خفت ما تكون شافتنا عم نتعاطى المخدرات فاقتربت منها، خافت وبلشت تصرخ، فوضعت ايدي على تمها حتى امنعها من الصريخ، فعضتني وألمتني كتير كتير. ما كان قصدي اقتلها، ما كان قصدي اقتلها صدقوني. فحطيت ايدي التانية على رقبتها حتى اخلص ايدي، لكن بيظهر انه الضغط كان كتير كبير مما سبب الوفاة. ارتبكت، ما كان قدامي الا اني اخذ مجوهراتها وضعهم سيارة اسماعيل، ولما شفت جاكيته قطعت زر منها ووضعته بايد البنت حتى يتهم هو. اما بالنسبة للباقيين فما حسوا بشي، افتكروا انه اسماعيل هو القاتل وصار بدهم يتفادوا الفضيحة. رشيد استدعيته ليخوفك مش ليقتلك، ما
كنت عارف اني رح ارجع حبك لهالحب.